parasites. Donc, il y a eu déjà des mutations incroyables à l'intérieur même de ces sociétés à partir de la domination. Des installations au 18e, 19e siècle pour uniformiser les cultures régionales, pour créer une culture nationale. Et ça, c'est déjà. الثقافات المتعددة هو ضروري من أجل فهم طبيعة الهوية الاقتصادي وكذلك الأمر ذات الطابع الاستعماري والتي لم تتوقف عن استهداف المجتمعات بشكل واضح من أجل التأثير على التكوين والمجال الثقافي. دكتور محمد عمارة، جمعية وجدة فنون. تنظم جمعية وجدة فنون هذه السنة الدورة الثانية عشرة لمهرجان الرأي الدولي. مهرجان الدولي دابا راه معروف، لا الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي، مهرجان اللي عنده واحد الصيت واللي كاع المغنيين تاع الرأي خصهم إلا بدي يغنيو في وجدة، حتى نقولوا حنايا اللي ما غناش في وجدة ما يغنيش الرأي. هذا هو الشعار تاع هذا العام، عام خاص لأن وجدة اختيرت كعاصمة الثقافة العربية. إذا كان بودينا ولا لازم علينا في البرمجة نشوفوا هذه القضية. وحنا شفنا حنا جبنا واحد عتيبة فنانة كبيرة من سوريا، كذلك اللي حطي في في المنتدى الدولي الموضوع كان الموسيقى العربية وموسيقى الراي، وجوه التشابه ووجوه الفرق. إذا كل هذا لأن هذا العام عام خاص، لأن وجدة كان اختيرت عاصمة الموسيقى العربية. هنا بغيت نشكر، أنا في هذه النقطة الفرصة بالتلفزيون تاعكم باش نشكر الجمهور تاعنا ونشكر الناس اللي ساعدونا، لأن هذا البرنامج هذا المهرجان هذا مهرجان تاع الثقافة تاع المغرب الشرقي، وخصنا نحاولوا عليه ونتهلاو فيه، لأن الثقافة خصنا نخليها لوليداتنا بحال خلوها لنا والدينا. ما عندي طار، عندي طرائي، كل واحد اللي رايه، ما عندي طرائي، كل واحد عنده، كل واحد احنا نديروا العمل تاعنا كجمعيات، تنظموا المهرجان، وكل واحد حر المسائل تاع، احنا كل واحد حر على اللي بغى يدير. احنا تنديروا مجهودنا وتنظنوا بلي تنديروا داك الشيء خير للجهه تاعنا والبلاد تاعنا، ولكن الكمال لله.